سينضم إلينا الآن الإعلامي كمال عويج، الإعلامي التونسي. مساء الخير. هو له فكرة عن إذاعة الويب، لأنه من إذاعة الويب الياسمين بتونس. مساء الخير كمال. مساء الخير نجاد، تحية ليك وتحية كل ضيوفك المنشوطين في الاستوديو، تحية كل مستمعين قناة الأولى الجزائرية. إذن كمال، كنا نتحدث عن إذاعة الويب، يعني التي صنعت لها مسار، أيضا صنعت لها خط في السنوات الأخيرة، وصار لها جمهور طبعا. وصار لها جمهور كبير أيضا عبر الإنترنت. يعني في رأيك، يعني ما الفرق بينها وبين الإذاعة الكلاسيكية؟ وهل هي تهدد، يعني مثل ما قلت تحدثنا منذ لحظات، تهدد الإذاعة الكلاسيكية؟ نعم نعم مجيد، حبيت أقول إنه الإذاعات الإنترنت بدأت يعني في 2006 أو 2007، هناك يعني مقارنة بين الإذاعات على الإنترنت والإذاعات كما قلت الإذاعات الكلاسيكية. نعم، في الأول احنا في الحقيقة احنا تربينا بالإذاعات الكلاسيكية، إذاعات على الفهم. اما حاليا يعني عصر جديد، عصر الإنترنت، يعني بتقيم بالإذاعات على الإنترنت. يعني كبالنسبة دي، يعني كعملي اشتغلت في الإذاعة اسمها إذاعة ياسمين، وهي أول إذاعة ويب. نعم نعم، هي تعتبر أول إذاعة تونسية خاصة على الإنترنت، وحيث في الإذاعة خاص في نستضيف عديد من النجوم فنانين من تونس ومن خارج تونس. أنا بالنسبة لي، بالنسبة لنجاد كرأيي الخاص، أنه هناك عديد من الإذاعات على الويب يعتبرونها كالمذيعين والمذيعات يعتبرون يستغلون كشباب هاوي، يعني ليس كشباب الاحتراف. هو يقول يوسف أنه يعتبرهم كهاويين، يعني على الإنترنت، هذا النوع من الإذاعات حتى تقنيا أظن ليست لها الإمكانيات التي موجودة في الإذاعات الكلاسيكية. أنا منذ الأول قلت إن كان فيه وعي بالنسبة للقائمين على مثل هذه الإذاعات، تخيلي مثلا أنه كاتب أو مثلا روائي أو يلج مجال الإعلام من خلال إذاعة الويب، فلا أظن أنه سيكون بمستوى الهاوي بقدر ما سيكون بمستوى المحترف، لما له من وعي بدور الإذاعة وما قد تمكنه له من إرسال رسائل محددة، وبالتالي سيعمد إلى تكوين طاقمه، إلى طبعا رفع مستوى مقدمي هذه القناة. نتحدث عن ناس تبدأ هاوية بالممارسة، تشتغل تصبح محترفة، طبعا تعمل على نفسها، تكون نفسها، تصبح قارة، يعني حتى كإذاعة أن يكون هناك محترفين مستقبلا في هذا النوع من الإذاعات. يعني طبعا كان ربما يتغير اليوم، كان ربما اللي يعملوا في الإذاعات يعني الكلاسيكية بعدين يعني انسحبوا وأسسوا لأنفسهم إذاعات على الويب. ربما كما قلت تقنيا على الويب ربما هتكون أسهل بمصاريف، ربما نفقات ربما تكون أقل، لربما هذه هي الغاية. أنا أبقى عند رأيي، يعني هي خطر من حيث التقنية، لكن من حيث المحتوى يبقى للجمهور جمهور الخيار في والتفضيل في هذه القناة أو تلك. كمال، بالنسبة لك هل عندها تأثير، عندها جمهور أكثر، أو دائما تبقى الكلاسيكية هي أكثر انتشارا، هي المنتشرة وهي المسيطرة على المشهد الإعلامي الإذاعي؟ نعم، في الحقيقة نجد إنه بالنسبة كرأي خاص أو كشخص من تونس العاصمة، يعني كان في يعني الشيء الماضي أن هناك عديد من المستمعين والمستمعات كانوا أكثر استماعا على الإنترنت، علما أنه في الماضي أنه ما كانش في تونس هناك الإذاعات الخاصة،
بس وقت لما كنا لدينا سيد الثورة التونسية كانت أصبحت في تونس أصبحت لدينا العديد من الإذاعات، لكن بالنسبة لانتشارها وأيضا بالنسبة لقوتها بالنسبة هي نوع صحيح، لكن بالنسبة لانتشارها وقوتها هل هناك جمهور يعني يتفاعل معها؟ هل هناك ربما أنها من عام إلى آخر تفرض نفسها في رأيك أنت أنك تشتغل في هذا النوع من الإذاعات؟ نعم في الحقيقة لا أعتقد أنه حاليا كمستمع يستمع الإذاعات على الويب، لأن العصر الحديث حاليا كلهم يستمعون الإذاعات الكلاسيكية، يعني الإذاعات على الأفلام. يعني هناك في تونس أو في أي بلد آخر هناك عديد من الإذاعات على الأفلام، لكن أحيانا هناك بعض المستمعين يستمعون الإذاعات على الإنترنت إلا لو كان مثلا ما موجود في المكتب أو في المنزل أو إلى غير ذلك، يستمع البرامج الإذاعية على الإنترنت. إذاعات على الأفلام يسمعون عبر الجهاز الراديو أو في السيارة أو أي مكان آخر، يعني فاهمين. بس بالنسبة يعني حاليا في احنا الان في سنة 2024 هناك قلة استماع في على الانترنت، كما تعرف في عصر الحديث في عصر الديجيتال اصبحت الاذاعات لفهم او اذاعات على الانترنت اصبحت موجودة الديجيتال على السوشيال ميديا، يعني على فيسبوك ويوتيوب وكل حتى شيء. هذه الإذاعات صح، حتى هذه الإذاعات عندها تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أنا قلت هي توندونس، يعني كان في مرحلة معينة ظهرت هذا النوع من الإذاعات، انبهر بها كثر، كسبت لها جمهور، ومن بعدها جاءت مواقع أو منصات السوشيال ميديا المعروفة وأخذت جمهور كثير وكبير من الإذاعات الكلاسيكية والإذاعة التوابية. حتى لو نعود أيضا مثل الإذاعة الجزائرية عندها في الموقع استماع، نسبة استماع كبيرة على الموقع بالنسبة للمختلف والجماعات مختلفة كذلك. هذا يمكن أن يكون نوع من إذاعة أنترنت لأنها تستمع عبر الانترنت. نعم. كانت تجربة حتى نظن في جيل فام، وكانت كذلك على الواب كذلك. صح. كان محتوى آخر موازي لما يبث. نعم. على الأفام. نعم. كان على الواب كذلك حتى الإذاعة الجزائرية كانت عشت هذه التجربة. نعم. ممكن يعني هذا يعود إلى المستقبل كمال، يعني كيف تنظر إلى مستقبل الإذاعة إذاعة الويب يعني في السنوات المقبلة مع تطور التكنولوجيا؟ لا أعرف إنه هناك إذاعات الويب تتواصل في المستقبل أو لا، لأن حالياً يعني كلهم يعني كل مستمع يستمع استماعاً على الأفام يعني أحسن من إذاعات على يعني تبقى الإذاعات الأفام أو على الموجات تستقطب المستمع أكثر. نعم إلا إذا كان لو مثلاً أنا مثلاً في تونس أو بالأحرى في الجزائر أو بالأحرى عندهم كتستخدمون في قناة الأولى إذاعة جزائرية لديكم يعني ستريمين كراديو على الإنترنت، يعني ففي هو لماذا لقفت الإنترنت؟ لأن لقفت الإنترنت لأن يستمعون المستمعين من أنحاء العالم. يعني هذه أيضا من قوة وسائل التواصل الاجتماعي، من قوة التي والإنترنت، من نقطة قوة الإذاعة لأنه استطاعت تصل إلى كل الجماهير في كل العالم. نعم أوسع. سابقا كان ضيق. صحيح. والوقت أيضا ضيق على ما يبدو. نعم. في مثل هذه النقاشات وصلنا أكيد. ربما كلمة أخيرة كمال عويج من تونس، زميلة من تونس، قبل ما أن نختم هذا البلاتو. نعم، أولا تحية لتيوبك، تحية لك نجاة كاتو، شكرا على هذه الاستضافة وشكرا على هذا الموضوع المميز. كما تعرف أنه احتفلنا بمئة سنة يوم. نعم. العالمي للإذاعة معناتها، وعايزة خاصة يعني عجبني هذا الموضوع لأن
أصبحت عندنا تحتفل 100 سنة على انطلاقة الإذاعات وكل شيء يعني فهمني. هذا هو والله في الخير. نشكرك نشاهد ونشكر كل المستمعين إذاعة الوطنية الجزائرية القناة الأولى وضحية كامل الفريق العملي إذاعة الجزائرية. وشكرا لكم جزيلا. شكرا لكم في المواعيد القادمة إن شاء الله في المواعيد القادمة. لكن المقال 100 سنة نلتقي بعد 100 سنة أخرى على الإذاعة إن شاء الله. لا مع بديل آخر مع بديل آخر من طبعا إنتاج الذكاء الاصطناعي قد يسمى نجاة كاتو أو يوسف خليفة ومن يعرف ومن راح نرجع إلى زميل المصحى نختم بهذا اللقاء. شكرا كمال عويج إعلامي تونسي.